معانا مداخلة مهمة من باريس عقب فوز المنتخب المغربي على الولايات المتحدة الأمريكية للزميل العزيز والصحفي العزيز المغربي حمزة شتيوي من باريس ينقل لنا أجواء فوز منتخب المغرب على منتخب أمريكا. يا حمزة مساء الخير عليك وأهلا بيك في سوبر ليج، مرحب ومنور في أون تايم سبورتس. مرحبا بك زميلي العزيز، مرحبا بكل مشاهدي وفي أون تايم سبورتس، وسعيد بالتواجد معكم مرة أخرى، وتحياتي لك ولكل زملاء الأعزاء في القناة. إحنا أسعد بكل تأكيد، دايما بيكون لك إضافة ومنور أون تايم سبورتس. خليني أنقل لك يعني تحياتي وتحيات كل الشعب المصري، ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي الوصول لسيمي فاينل أولمبياد باريس، تكرار للإنجاز اللي حصل في قطر 2022. أولا أنا عارف إن أنت كنت في المباراة، انقل لنا الأجواء هناك، الاحتفالات، ردود الأفعال بعد الفوز والوصول لفرصة كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله للميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ المغرب. أكيد الأجواء كانت استثنائية زميلي العزيز، أجواء استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ليس فقط اليوم في باريس وإنما حتى من قبل في سانت إتيان وكذلك في نيس. الجمهور المغربي غزا كل الملاعب التي لعب فيها المنتخب الوطني المغربي الأولمبي، أعداد كبيرة وأعداد غفيرة، ممكن المئات من الجماهير لم تجد التذكرة وتابعت المباراة يعني من الخارج يعني في بعض الشاشات القريبة من ملعب المباراة لأنها لم تحصل على التذكرة بعدما نفذت التذاكر واشتعلت السوق السوداء، والتذكرة وصلت لما يقارب $400 يعني في السوق السوداء. الجماهير المغربية ساندت اليوم وآزرت، والمباراة وكأنها لعبت في المغرب وليست في فرنسا. الجماهير المغربية حتى اللاعبين من خلال يعني التصريحات التي استقيناها من اللاعبين، من أشرف حكيمي، من منير المحمدي، من المدير الفني طارق السكيتيوي، الكل يؤكد على أن المباراة لعبت في باريس ولكن الجمهور المغربي كانت له لمسة خاصة. ضف على ذلك اليوم أنا شخصيا صادفت جماهير عربية، منها المصرية التي كانت حاضرة أيضا بعض الطلبة الذين يدرسون هنا أو يعملون في فرنسا، ومن الجالية المقيمة جاءوا ليساندوا، من السنغال يعني كانوا يساندون المنتخب المغربي. ضف على ذلك الجالية المغربية المنتشرة جدا في فرنسا وباقي الدول هنا في القارة الأوروبية وكذلك التي تحملت عن السفر من المغرب. أقول أن الأجواء استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والمغرب أكيد كمنتخب اليوم في المربع الذهبي ليس له ما يفصله عن أو يعني ليس هناك أي فارق بينه وبين إسبانيا وبين المنتخبات التي ستتواجد يعني في المربع الذهبي، لأنه لدينا الأسماء، لدينا اللاعبين، لدينا يعني التشكيلة مميزة، وأعتقد أنه هذا الجيل يستحق ميدالية أولمبية. وأنا شخصيا أرى على أنه، لأن لو تسألني بدون عاطفة أقول لك على أنه المنتخب المغربي الأولمبي هو المرشح الأبرز أو من بين أبرز ثلاث منتخبات مرشحة منذ بداية البطولة للتتويج بالذهب الأولمبي وليس فقط الحصول على أي ميدالية. بالتأكيد أنا معاك مليون في المية، واحد من أبرز المرشحين أكيد للتتويج والوصول بعيد في البطولة، خاصة بعد الشخصية، بعد خسارة أوكرانيا المنتخب المغربي أظهر شخصية كبيرة جدا. لكن خليني حمزة أسألك سؤال مهم، قبل كأس العالم قطر 2022 بشهور قليلة تمت إقالة خليل لوزيتش وتعيين وليد الرجراجي، وبعد قبل شهور قليلة من الأولمبياد تمت إقالة عصام الشرعي وتعيين طارق السكتيوي. دايما قبل البطولات الكبيرة بشهور قليلة بيحصل قرار زي ده، ولكن دائما وأبدا بيكون القرار في مصلحة الكرة المغربية، بيكون القرار واضح إن ليه نتائج إيجابية أكتر. كلمني أكتر عن القرارات، وهل القرارات دي ليها مردود فني؟ حالة التواصل الحالية اللي موجودة ما بين طارق السكتيوي ووليد الرجراجي، كل ده في إطار خطة موجودة من الجامعة المغربية، ولا في مشاكل أخرى كانت حصلت من كده نظرا للتشابه في الحالتين ما بين المنتخب الأول والأولمبي؟ لا، أنا سأعطيك نقطة جوهرية أكثر زميلي العزيز، وهو سؤال مهم جدا يعني سؤالك. أقول على أنه المغرب صحيح على أنه تم تغيير المدرب وحيد خليلوزيتش والإقدام على وليد الرجراجي قبل 3 أشهر من موعد المونديال وتألق الأسود، تكرر المشهد مع المنتخب الأولمبي، لكن سر النجاح في المنتخب المغربي صحيح المدرب دوره كبير، لا يمكن أبدا أن ننسي دور يعني وليد الرجراجي في مونديال قطر أو اليوم طارق السكيتيوي وقبله كذلك عصام الشرعي الذي توج بكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة. لكن المدرب عندما تتوفر له الظروف وعندما يجد اللاعبين اللي هم عبارة عن أدوات، لأن المدرب عنده فكر ودائما يحتاج للاعبين الجيدين القادرين على تطبيق تلك الأفكار بأفضل طريقة، لأن المدرب كيف ما كان في العالم في النهاية يقف على خط التمات ولا يمكن أن يدخل ويوزع ويدافع ويسجل ويهدف. فالمغرب اليوم أي مدرب يقود التركيبة المغربية أنا أقول بكل صراحة محظوظ جدا. طارق السكيتيوي صديقي وشخص عزيز، عصام الشرعي كذلك صديق وشخص عزيز، وليد الرجراجي كذلك مدرب كبير، لكن اليوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واتحاد الكرة يوفر ظروف كبيرة لجميع المنتخبات، إقامة رائعة جدا، كل الظروف مواتية،
كما تابعنا في قطر كما نتابع اليوم، هذا يساعد المدربين على تقديم أفضل ما لديهم مع هذه المنتخبات. وصدقني على أنه اليوم المغرب يتوفر على جيل ذهبي ربما من بين أفضل الأجيال اللي مرت على الكرة المغربية عبر التاريخ. حمزة أنا أتفق معك يعني اتفاق كبير جدا في فكرة أن ده جيل فعلا جيل ذهبي ومرشح أن شاء الله بإذن الله يروح لبعيد كمان في مقادم، يعني تصفيات كاس العالم والكاس العالم 2026 وكاس أمم أفريقيا 2025 اللي هتقام في المغرب بإذن الله. لكن خليني أخيرا أسألك سؤال مهم جدا، سفيان رحيمي واحد من أبرز اللعيمة على مستوى أسيا والنهاردة بنشوفه أولمبيا بيتألق، هداف البطولة الأولمبية سفيان رحيمي، هداف دوري أبطال أسيا، سر التحول في مسيرة سفيان رحيمي موسم استثنائي بكل تأكيد، أرقام قوية جدا مع النادي الإماراتي، وهل في عروض احتراف قوية لسفيان رحيمي ممكن تحصل الفترات الجاية؟ أنا سفيان رحيمي سؤالك يعني أنا قلتها لسفيان يعني بعد مباراة العراق، قلت له على أنك الآن أنت مثال يحتذى به في مجموعة من الأمور، قال لي في ماذا؟ قلت له في الانضباط وفي الجدية وفي التعامل مع المواقف الصعبة، لأنه في الفترة التي كان الجمهور المغربي بنسبة كبيرة يطالب بسفيان رحيمي في المنتخب الأول ولم يكن يستدعى، ووليد الركراكي سبق وأن قال على أنه لديه وزن زائد ولم يكن لديه وزن زائد، سفيان رحيمي ظل لاعبا محترفا ودائما يحترم قرارات المدرب ويحترم المنتخب ويقول أنا أجتهد وأنتظر الفرصة في أي وقت تأتي. وسبحان الله الإنسان لما يكون مجتهد ونيته صادقة وعنده الإمكانيات وعنده الإمكانيات الكبيرة أكيد الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، يعني فبذلك كل مجتهد نصيب، الرجل ظل يشتغل عنده الإمكانيات موهوب ظل يشتغل، جاءت الفرصة عندما تكون لديك الإمكانيات ويكون الاجتهاد ويكون الحضور والتركيز فأكيد الفرصة تأتيك، جاءته فرصة في دوري أبطال آسيا فرصة ذهبية انفجرت فيها موهبة اللاعب. ونقطة التحول في سفيان لمن يعرف سفيان رحيمي كانت في فترة كورونا، لأن سفيان هو ابن حامل أمتعة فريق الرجاء البيضاوي اليوعري يعني محمد رحيم الملقب بيوعري الذي يسكن بالملعب، وسفيان رحيمي في تلك الفترة حتى زملاء اللاعب حتى بعض المدربين المقربين من اللاعب أكدوا لي بالحرف الواحد أنه تلك الفترة استغلها سفيان بحكم أنه يسكن في الملعب للتدريبات والتدريبات صباح مساء، وخلالها اكتسب وزن جيد وخفة أكبر ورشاقة أكثر وموهبته طورها بشكل كبير، وجاءت الفرصة عندما انفجرت الموهبة مع العين. وكذلك بالنسبة للعروض أنا يمكن أن أؤكد لك على أنه العين متشبث بسفيان رحيمي، أنا يعني مصدر مقرب جدا قبل فترة أكد لي على أنه هناك عرض سعودي مهم جدا لسفيان رحيمي ماليا، لكن فريق العين الإماراتي لا يفكر أبدا في التفريط في سفيان رحيمي. بالنسبة للتقارير التي تحدثت عن نادي إشبيلي أعتقد على أنها بنسبة كبيرة غير صحيحة، لأنه من الصعب جدا أن يفرط العين الإماراتي في سفيان رحيمي، ومن الصعب جدا أن تكون القدرة المالية لفريق إشبيلي الذي يمر بأزمة مالية بأن يعطي القيمة المالية التي يطالب بها العين أو القيمة المالية لسفيان رحيم. عزيزي يعني حمزة شتيوي أنا بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة القيمة على التوضيحات على الأخبار، بشكرك ببارك لك مرة تانية وإن شاء الله بإذن الله ببارك لك قريب بصعود المنتخب المغربي لفاينل أولمبياد باريس 2024.